البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي. يسعى البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي إلى تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 لبناء اقتصاد رقمي مزدهر يقوم على بنية تقنية آمنة ومتطورة داعمة للحكومة والمجتمع وقطاع الأعمال. وسيعمل هذا البرنامج على إيجاد صناعات تقنية عمانية تعزز القيمة المحلية المضافة من خلال تمكين المهارات والكفاءات ورغمنة الأعمال وخلق شراكة استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ويتكون البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي من مجموعة من البرامج التنفيذية في الفترة من 2021 إلى 2025، مثل برنامج التحول الرقمي الحكومي، برنامج التجارة الإلكترونية، برنامج البنى الأساسية التقنية، برنامج الصناعة الرقمية، برنامج الأمن السيبراني، برنامج التكنومالية، برنامج الذكاء الاصطناعي والبيانات، برنامج الفضاء. وللبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي مستهدفات تتسق مع رؤية عمان 2040. البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، نحو اقتصاد رقمي مزدهر.